وهلا والله يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد. قبل ما نبلش الفيديو، اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. طبعا دعكم تعالات مهدي يا جماعة، يطلع نشوفه وقرب. بس واحدة طلعت، بس واحدة طلعت. وينها؟ دعكمها شوفوا، دعكم شعلات يطلعان، يعني 10 أيام يرجعان مثل الأول. مو شوي الحاس دعكم يا جماعة مشان يطلعان بسرعة. عدد كل يوم أغسل له شعراته بمي باردة، أغسل له راسه بمي باردة، يعني مو باردة الثلج، مي باردة يعني تكون باردة شوي، عشان إيش؟ يطلعن بسرعة. شوفوا أبو يطلعن، بس مني حنو حنو يعني، لا بقلت له الصلعة مو؟ إيه. طبعا حبايب قلنا لكم إني بدي آخذ استراحة فترة، بس فكرت بيني وبين نفسي، قلت إنه فكرت ممكن التفكير غلط. ليش؟ لأنه أول شيء بي كتير ناس تواصلت معاي، ونعم انه آراءهم بمحله بمكانه، فهمتوا علي شلون؟ يعني انه قالوا لي ابو عبود لا تدشر، وبالعكس التصوير يطلعك من هاي الاجواء وتتسلى مع عبود ومهدي وتمزح، والتصوير ينسيك، فهمتوا علي شلون؟ فانا شوفوا عمونا وين شارد عبوده، فقلت اوكي خلاص ما عاد بدي ارجع اصور، بدي ارجع استمر، عشان إذا ممكن تركنا فترة ممكن يعني ممكن نتعود على استراحة، ممكن نتعود إنه ما عاد نصور، ما عاد يضل معانا أفكار، فنصير نتكاسل، فهمتوا علي شلون؟ يعني نتكاسل على التصوير. فقلت خلاص لا، بدنا نصور أنا وعبود ومهدي، واللي كاتب والله يصير، وحتى لو مرضان الحمد لله رب العالمين. على كل حال بابا مرتان الحزاني داحق. اسمع اسمع بس، افهم علي، انا راح اوصل لهم الفكره اوكي، واوضح لهم ليش رجعت بهذا الفيديو، وبعدين السوالف لك والعبوده اوكي، تسولفون على كيفكم تمام. وقف وقف لحتى اسولف انا اخلص، بعدين تسولفون انتوا اوكي. طبعا يا جماعه اوكي، ممكن نحن اليوم هين، ممكن بكره مشين، بدنا نروح المكان، بس ما راح نقول لكم لحتى نروح على هذا المكان اللي عنخطط نخطط له، فهمتوا علي شلون؟ فالحز بعد ما قلت لكم شني رايكم بهذه السوالف. نعم اني لقيت اني التصوير يريح، يطلعني من اشياء جوا راسي، نتسلى بالتصوير، نتسلى مع عبود ومهدي، واللي كاتبه الله يصير، والحمد لله رب العالمين. فالحز راح اترك التصوير والسوالف العبود ومهدي، يعني ما راح اسولف، بس راح ادير عليهم الكاميرا وهم يسولفون اوكي. خلهم يسولفون اللي بدهم اياه، شو تحبون توجهون كلام للمتابعين او تسولفون معاهم؟ تفضل يا عبود ومهدي. بابا مرتان. بابا مرتان ايوه. وبدنا نخبر عشاء. السلام عليكم. وين؟ طول بالك. عشاء المسفى. تاخذني على المسفى؟ ايه. لا ان شاء الله ما عاد اروح المسفى، ان شاء الله ارتاحيت وان شاء الله ما عاد اروح المسفى. السلام عليكم. تفضل عبود. أبو يسمرك بدأ أربعة دوات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيوة بابا، شو تحب توجه كلمة لهم؟ ما اشتقتوا لهم؟ قولوا ما اشتقتوا لنا. نحن اشتقنا لكم. نحبكم. نحن نحبكم. ايوه. كنسي. وشو رايكم يا جماعه؟ كونه مهدي حلقنا له على السفر، نحلق العبوده مثله. شو رايك عبوده يحلق لك على السفر؟ ابو الحلاق ما يعرف انه يحلق لي. لا يحلق لك، انا اخذك على الحلاق واحلق لك، تصير انت وياه صلعين. شو رايك؟ ما بدي. ليش؟ ميت ولا الشعرات دي؟ ميت والله؟ لا ده حق الشعرات ميت صبا، شوفها قرب قرب. شوفوا ها، يعني 10 ايام يطلعن. انا بس اصير زلمة احلق شعراتي، بس اصير اكذب احلق. بس تصير زلمة ما حلو، بس الزلم يصير كبير مو حلو يحلق على السفر. الحز انت دادة زغنون ولد. ما قلنا بها طيب تساوي مثل ما حبيت. لما شوفيتها لماما. احلق لك الحز، احلق لك لانك دادة بساعي يطولن شعراتك. لا صحيح 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 ليه
طبست ماكينة. كسرت الماكينة؟ ايه. انقهرت لأنه مهدي طرف شعره، وجيت انقهرت إنه حلق شعراته على الصفر، أوكي. إلا جماعة نحلق. لأنه خرب شعراته، أنا ألف مرة فهمته يا مهدي. لا تلعب شعراتك، قام مهدي صار يلعب شعراته وضاربها المني لين قمت حلقت له على الصفر وانزعجت، هاي عقوبة، أوكي، وانزعجت وقمت شلت الماكينة وكسرتها. بعد بكرة سيب لكي مقص. باكر دي اسمع، إذا بدي أحلق لك أنت أو هو أخذكم عن حلاق، أوكي، وأحلق لكم هنا ما عاد أحلق. أنت دستري؟ لا ما عاد أستري ماكينة، ما عاد أستري. إيه دستري؟ لأنه هو إيه. دستري وتعطيها للحلاق. أشتري وأعطيها للحلاق؟ إيه. ويحلق لك بمصاري. لا. إذا كسر نيدو نعطيه نيدو. أوكي، إذا الحلاق عنده 4-5 ماكينات، أوكي، أخذكم أحلق لكم عند الحلاق أحسن. إيش لسه عندك سوالف أنت وياه؟ سوالف يا جماعة. إيه يا جماعة. إيه. نحن. أيوة. لما رحنا. أيوة. لقينا أبوي يموني. نحن عنام عند أهلي. فضعنا يا سلمى. عاد نام عن بيت أهلي يعني. إيه والله عنام عن بيت أهلي. أنا حصار تقريبا قطر لنا أسبوع عنام عن بيت جدومو. نجي بالنهار تقريبا نزور البيت شوي ونروح ننام عند أهلي. هي ضل هيك حوالي أهلي. أنا بعد ما مرضت الصراحة، بعد ما مرضت صرت أحب اللمة، صرت أحب أجتمع يعني يقعدون قدامي أهلي ودنيا. قبل أقعد معاهم أكيد أنبسط لما أقعد مع أهلي، بس الحظ صاير أنبسط إني تكون حوالي ناس ودنيا. تعرفون أنت لما الواحد يقع بمرض أو شيء. قبل لا، قبل افضل اني اقعد مع اهلي، اوكي، بس اقعد اكثر احيانا اقعد لوحدي. ايه اوكي، شنو اقول هم؟ علي صوتك انت تسولفهم انت. ها شنو؟ والله ما فهمت عليك. انت سولف. انا اقول انت سولف. ايه عنا عيب يا سلمة، خلص حاج. خلص حاج حاج. طبعا يا جماعة دهين وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسونا باللايك بالاشتراك تفعيل الجرس، ونحبكم واتمنى منكم تدعونا إذا المكان اللي راح نروح عليه إن شاء الله يكون يعني من 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 نصيبنا، أو يكون مكان صح لنا إن شاء الله، الله يسرها معانا وإن شاء الله كله خير. والمكان اللي روح إذا رحنا له بإذن الله راح نخبركم أول بأول، والله يحفظكم جميعا ونحبكم. باي باي, باي, باي.